بسم الله الرحمن الرحيم. أتقدم أنا المواطن السوداني أنور فتح الرحمن أحمد ضفع الله، المرشح للانتخابات الرئاسية 2020 عن حملة الأمل، إلى كل مواطن سوداني وسودانية طالبا ثقتهم وصوتهم الانتخابي، مقدما سيرة الذاتية التي أتمنى أن يعرفوني عبرها وأن تتيح المجال للجميع أن يعطيني ثقته. اسمي بالكامل أنور فتح الرحمن أحمد ضفع الله، من مواليد مدينة بور سودان في 23/1/1978. درست المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية في بور سودان، وأنا أنتمي لقبيلة السودان، كل قبائل السودان وكل شعوب السودان تمثلني. درست المرحلة الجامعية في الفترة الأولى في كلية كمبيوترمان، ثم التحقت بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في اسكندرية جمهورية مصر، وتخرجت منها كمهندس حاسب آلي، واشتغلت في بورت سودان في كلية بورت سودان الأهلية وكلية الثقل التقنية قبل أن أنشئ شركتي الخاصة في مجال خدمات الحاسب الآلي مع زملائي في الخرطوم. التحقت ببرنامج الماجستير في كلية علوم الحاسب الآلي في جامعة تشومبوك الوطنية في كوريا الجنوبية في العام 2006، وفي العام 2003 في العام 2006 تخرجت من الماجستير والتحقت ببرنامج الدكتوراه في نفس الجامعة مع نفس المشرف في كوريا الجنوبية، وكنت في العام 2011 أول سوداني ينال درجة الدكتوراه في علوم الحاسب الآلي من كوريا الجنوبية، وأنا فخور بذلك. عملت في محررا ومذيعا ومترجما في قناة أريرانج الكورية، وعملت كذلك في القسم العربي للأخبار في راديو كوريا الدولي وهو الراديو الرسمي لكوريا الجنوبية، وعملت في العمل التجاري وكان لي شركة الأفرو عربية للتجارة في كوريا الجنوبية. عقب تخرجي من الدكتوراه عملت مع جامعة الزعيم الأزهري في الخرطوم، وعملت كذلك متعاون أستاذ متعاون في مع كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات بجامعة السودان العلوم والتكنولوجيا، وعملت كذلك أستاذ مساعد متعاون مع جامعة النيلين، وكذلك عملت أستاذ مساعد متعاون مع كلية المصارف في جامعة المصارف، وكنت رئيسا لقسم تقنية المعلومات وبرنامج تقنية المعلومات في جامعة غاردن سيتي. كل هذه المسيرة العملية في السودان، ثم عملت أستاذ مساعد بكلية الدراسات التطبيقية بجامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية، وأسست قسم تقانة المعلومات في كلية التأسيس الجامعي في الدوحة قطر. السيرة الذاتية فيما يخص التطوع، أنا شخص مبادر ومتطوع ومحب جدا للسودانيين وللسودان، ولذلك يعني بدأت المسيرة التطوعية في العام 1993 في عضو في اللجنة الثقافية لنادي الكوكب الرياضي الثقافي التربوي في نادي الحي حي الشاطي بورت سودان. وفي خلال فترة الجامعة في الإسكندرية كنت عضو والسكرتير الأكاديمي للأسرة السودانية في الأكاديمية العربية، وكذلك في الفترة بتاعت الدراسة في الماجستير والدكتوراه كنت عضو رابطة الجالية السودانية بجمهورية كوريا، وكنت سكرتير الأنشطة، وكنت نائبا للرئيس الجالية السودانية لعدد من السنوات مع إخوة ونفر كريم. كذلك أسست موقع anwarking.com وهو لنشر الثقافة السودانية، وكان ذلك في بواكير العام 2000، وكنت قائد الفريق السوداني للأولمبيات العربية المعلوماتية في العام 2003، في العام 2002، وفي العام 2003 أسست أول أولمبيات سوداني للمعلوماتية وأقيم في مدينة بورت سودان. كنت قائد الفريق والممثل المدعو للسودان في الأولمبيات الدولية المعلوماتية في العام 2002. قدمت مبادرة إثراء المكتبات في الجامعات والمكاتب العامة بالكتب في العام 2003. كنت مؤسسا وقائدا ورئيسا لجمعية المطورين السودانيين، وكذلك أسست مدونة الفيديو
كأول مدون فيديو في المنطقة عام 2008 مدونة أنور كينج. أسست مجموعة مترجمي محادثة تيد إلى اللغة العربية في الفيسبوك في العام 2009، وكذلك أسست مؤتمرات تيدكس في السودان، وأسست مبادرة إثراء المحتوى السوداني على الإنترنت في العام 2012، أسست مبادرة لإنشاء حزب سوداني مهتم بقضايا التعليم والتعليم العالي فقط اسمه حزب التعليم السوداني وهو غير مسجل، أسست قسم تقانة المعلومات في مبادرة نفير لإنقاذ أهلنا في المضرين بالسيول والأمطار في العام 2013، أسست مبادرة عمرة موهوبة لشخص ميت في العام 2015 وهي معنية بوهب عمرة لناس ميتين. كذلك أسست مبادرة حملة الأمل وهي مبادرة للترشح لرئاسة الجمهورية وتغيير السودان عبر بوابة السياسة. نلت العديد من التكريمات والجوائز والمنح. نلت تكريم من أهلي وهو عزيز علي جدا جدا في بورت سودان عن جهودي في تدريس أبناء الحي ونساء الحي أساسيات الحاسب الآلي، وبدأ ذلك في العام 2002. حصلت على منحة برين كوريا 21 للماجستير في العام 2003. حصلت على منحة مؤسسة ميليندا وبيل جيتس في العام 2012 لحضور مؤتمر تيد العالمي. حصلت على منحة معهد الدوحة للأفلام لحضور قمة منظمي تيدكس حول العالم. حصلت على منحة شركة سكايب لمنسقي اللغات بمشروع الترجمة المفتوح في قطر في العام في 2012. تم تكريمي لجهودي في الترجمة التطوعية، وقد شاركت في ترجمة أكثر من 2000 محاضرة علمية ومعرفية إلى اللغة العربية متطوعا. تم تكريمي لهذه الجهود مرتين في الولايات المتحدة الأمريكية، ومرة في 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 هولندا، ومرة في قطر، ومرة في ألمانيا، وثلاث مرات في أدنبرا في المملكة المتحدة. نلت جائزة أفضل بحث علمي في مؤتمر رواد التقنية الدولي في كوريا في العام 2009. تم تكريمي في كلية جاردن سيتي بمناسبة نيل الكلية عضوية الاتحاد الدولي للاتصالات، وكنت ضمن الفريق الذي عمل ذلك. استحقيت منحة زمالة مدرسة كينيدي للحوكمة بجامعة هارفارد في العام 2014 لكنها لم تتم بعد. تم تسميتي كواحد من السودانيين الذين أنجزوا إنجازات ضخمة، سودانيس هو ميد إت بيج. تم تسميتي كأحد 50 بطل أفريقي ودولي في التنمية الدولية يجدر متابعتهم للعام 2014. تم تسميتي كبطل للترجمة في مؤتمرات تيد. تم تسميتي كأحد نجوم تيدكس. كل هذه الخبرات التطوعية أنا أضعها بين ظهراني أهلي الزول والزولة بكل محبة لأخدمهم كما يستحقون. ساهمت في التوعية بخطورة العقوبات الأمريكية على السودان منذ العام 2002 خصوصا في الجانب المعرفي والتقني. قدمت محاضرات علمية وتثقيفية وقيادية في عدد من الجامعات السودانية، السعودية، القطرية، الكورية والأمريكية. ساهمت في الترويج وعكس صورة إيجابية لوطن السودان وللمنجزين السودانيين عبر مؤتمرات تيدكس، وقد أفلحت مع لفيف من الزملاء والمتطوعين في وضع أكثر من 100 سوداني وسودانية في منصات تيدكس العالمية. لدي عضوية في العديد من المنظمات الدولية والجمعيات الفكرية والعلمية والثقافية، وكنت مؤسس ورئيس لمؤسسة الباحثين السودانيين وهي حلقة أكاديمية تضم أكثر من 400 ألف عضو على موقع الفيسبوك، ونستضيف فيها علماء حائزين على جائزة نوبل من أجل الحديث وتطوير الشباب السوداني. أنا شخص داعم للشباب السوداني ومبادراته. كنت مديرا تنفيذيا لفيلم الفيلم القصير سوداننا أور سوداننا، والقصد منه إلهام الشباب السوداني وحثهم على أخذ زمام المبادرة من أجل الوطن. هذا فيما يخص السيرة الذاتية التطوعية والمساهمات. وبالنسبة للأسرة، الأسرة والسيرة الذاتية الشخصية، أنا تزوجت عدد من المرات ولي 4 أبناء: إقبال، المأمون،
منا وردينا، ربنا يحفظهم ويحفظ أبناء الجميع. تزوجت من مسلمة وتزوجت من يهودية، والحمد لله رب العالمين، يعني أنا محافظ على كل صلواتي وعلى كل عباداتي. بالنسبة للبرنامج بتاع حملة الأمل سنلقيه تباعا إن شاء الله، وأتمنى أن أحصل على دعمكم وعلى تأييدكم. والله من وراء القصد، ولكم المحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.